نرى بالتبادل الصح كله. من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ، حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد. وتكونين إكليل جمال بيد الرب وتاجا ملكيا بكف إلهك. لأنه كما يتزوج الشاب عذراء يتزوجك بنوك، وكفرح العريس بالعروس يفرح بك. متأسف أنا مش واخد بالي، شكرا حبيبي، كتر خيرك، تعبناك حبيبي. يفرح بك وكفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك. تفضلوا. ولا تدعوه يسكت حتى يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة في الأرض. بل يأكله الذين جانوه ويسبحون الرب ويشربه جامعوه في ديار قدسي. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنتي صهيون هو ذا مخلصك آت، ها أجرته معه وجزاؤه أمامه. آمين يا رب، آمين. نصلي. أبانا السماوي، نشكرك، نمجدك، نعظمك يا رب لأجل وجودنا في حضرتك، وهذا أعظم امتياز نجده في هذا العالم. نعم، أنت ترسلنا كسفراء عنك إلى أشغالنا وإلى مدارسنا وإلى أحوالنا الاجتماعية ومناسباتنا الاجتماعية، ونرجو رب أن لا تنسينا طبيعة عملنا أننا سفراء المسيح، فلا ننغمس أي انغماس ولا نهتم أي اهتمام يؤذي وظيفتنا كسفراء عنك، فلتكن كل أمورنا يا رب محاطة بهذا الامتياز أننا كسفراء المسيح نفعل ذلك. نطلب منك رسالة في هذه الفرصة لأجل تعزيتنا، تكلم إلينا يا رب، فنحن عبيدك سامعين، ولاسمك نهدي كل إكرام ومجد الأبد. آمين. نشكر الرب.
نشكر الرب. في فارق كبير بيننا وبين الرب في الظروف اللي احنا حطينا نفسنا فيها لما أخطأ آدم وأخطأت حواء وطردنا الرب إلى هذه الأرض، طرد أبونا وأمنا، وبالتالي احنا اتولدنا فيها. من أهم هذه الفروق أنه الإنسان عايش في أرض رئيسها أقوى من الإنسان اللي هو رئيس هذا العالم. وربنا خلق الشيطان آية عجوبة، خلقوا ملاك، وبعدين لما سقط استمرت العجوبة فيه وسماها المسيح القوي، وفعلا هو القوي. وأيضا بالخطية وجدنا أنفسنا في أرض ليس الطعام فيها يأتي بسهولة كجنة عدن، لا مش كده، ولا المسؤوليات مسؤوليات بسيطة يعني اعملها واحفظها، لا مش كده، لا الأرض مليانة فساد، ممكن عمل يفسد، بالإضافة لرأسها الشيطان. فحصل فارق كبير جدا بين عمل الله وخطة الله وتنفيذ خطة الله واللي احنا فيه، حالنا اللي احنا فيه ده. لذلك الخطة الإلهية لآدم وحواء بعد السقوط، الخطة الإلهية ليس أن يعود آدم وحواء إلى ما كان قبل السقوط، ده ما يمجدش ربنا. يعني إيه؟ يعني آدم وحواء كانوا هنا اللي هي جنة عدن اللي هي في العراق، وبعدين الشيطان أغواهم، أغوية حواء أولا، حواء وبعدين آدم، طرد الإنسان. لو رجعوا بس لجنة عدن اللي في العراق يبقى عملنا يعني، من لهذا لا يمجد الله، خاصة إنهم عشان يرجعوا حتى لجنة عدن لابد من الفداء. فالفداء كيف يعني يكون عشان بس يرجعهم جنة عدن؟ يعني ما ينفعش. فكانت خطة الله لكي يظهر قدرته، يظهر مجده، لكي ينتقم من إبليس النقمة الأبدية ويتم فيه الحكم. هو صدر بس لسه ما تمش، ما تنفذش. حفظ لهم، حفظ لهم في المستقبل، قتام الظلام للأبد، لكن لسه ما تمش. لكي يكون الحكم يليق بقيمة الثمن الذي قدمه الله لأجل خلاص البشر، الذي هو دم يسوع المسيح ابنه، يليق بهيبة الله، يليق بكمال الله، مجد الله، عظمة الله. كم عقابا أشر تظنونه مستحقا من داسة دم العهد؟ ده المؤمن اللي هو بيرجع في كلامه أو بيمثل الإيمان ويرجع. شيطان فقط لا يغري الناس اللي في الدنيا برفض ابن الله أو الدوس على دم ابن الله، لكن الشيطان في الدنيا يلعن الله. لا يعترف بوجود الله خالص، والشيطان خلقه ربنا ملاك قبل يسقط، قبل أن يوجد فيه اسم كان ملاك، ملاك رئيس ملاك، ظهرت بنت الصبح. فلذلك الخطة الإلهية لتمجيد الرب خطة يستغرق إتمامها من السقوط في جنة عدن إلى الملك الألفي. بعد كده خلاص الموضوع انتهى، احداث النهايه مجرد ترتيبات
في تكليل المؤمنين وفي رمي الخطاة في جهنم النار الأبدية. وأصحاح 62 بيتكلم عن الحكم الألفي. نسمع كلمة الأرض كتير، دي مش أورشليم السماوية، دي الأرض. يقول لي مثلا لا يقال بعد لأرضك موحشة، وبعدين لأن أرضك تصير ذات بعد، ولا أدفع بعد قمحك ما كان لأعدائك، ولا أشرب بدن الغرباء خمرك. كله على الأرض، الأرض الجديدة مش الأرض الجديدة اللي هي الملك الألفي قبل أن تزول هذه الأرض تماما. يعني الأرض دي هتشوف الكلام ده، هتشوفه في المنطقة اللي الرب حددها للملك الألفي. هذا البرنامج ملخصه بدأ في الرب يذكره كذا كذا مرة، بس هنا في أصحاحنا للأرنية من أجل صهيون لا أسكت، لازم أنفذ البرنامج، ومن أجل أورشليم لا أهدأ. إيه المطلوب؟ حتى يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتق. طب هي دلوقتي مهجورة، دلوقتي الناس بياكلوا خبزها، بيشربوا خمرها، تعبها رايح لغيرها. يعني ايه؟ يعني ان بعد مجيء المسيح، المتكلم بيتكلم عن الملك الألف، لكن مجيء المسيح قبل كده، بعد مجيء المسيح وتكوين الكنيسة، كنيسة كتير من عرقها رايح لغيرها، وكتير من تعبها بيستفيد منه غيرها. لذلك الله يعمل لكي يجعل أورشليم يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح يتقد، فترى الأمم بالراكب. لغايه دلوقتي ما حدش بيقول الكلام ده، ما حصلش لسه، هيحصل بعدين، صيح جرب قبلك لسه هيحصل. وكل ملوك مجدك وتسمينا باسم جديد يعينه فم الرب. قايل هنا اسماء في هذا العدد، وفي اسماء كثيره تاني لاورشليم في اصحاحات كثيره بيشير ليها هنا برضو، بس مش كلها، في إشارات هنا لبعض الأسماء زي مثلا العروس، عروس المسيح مذكور هنا، وكفرح العريس بالعروس يفرح بيك مين؟ إلهك، يبقى إلهك وعريسك. كفرح العريس بالعروس يفرح بك إلهك، دي أورشليم السماوية. فالبرنامج الموضوع برنامج شاغل بال ربنا جدا، لكن احنا هنا واحنا في الارض عندنا برامج تاني كتير بتدخل في دماغنا وتزحمنا. اين نسكن؟ ماذا ناكل؟ ماذا نشرب؟ ماذا نلبس؟ لان لازم ناكل ولازم نشرب ولازم نلبس ولازم نسكن ولازم نركب عربيه ولازم نعيش مثلا، لازم نستحمى، ما فيش حمى في السماء هنا، لازم نستحمى. طب الحمى ده عايز شغلانه، وهكذا احتياجات الحياه هنا مليانه. فالرب هنا محتاج الى حراس يساعدوه في الشغل. ليه؟ لأن الحراس دول هم من عايشين في الدنيا، حراس عايشين في الدنيا وعندهم كل الاهتمامات دي، بس باتكالهم على الرب بيكونوا مثل حي للمؤمن الذي سلم للرب طريقه، والرب يجري كل شيء بسهولة في حياته. المؤمن الذي لا يقلق من أمر، المؤمن الذي امتلأ قلبه بالسلام بالفرح
ويكون فرحي كاملا فيكم ده هنا في الدنيا. طبعا ما حد يوصل للقمة، لكن يعني في كثير من يختبروا درجات مش قليلة في هذه المجالات. فهنا بدأ يقول من أجل صهيون لا أسكت، أنا مش هسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدى. وبعد يقول إيه؟ وأنتوا كمان وما تخلونيش أسكت، يعني نشغل بعض، نشتغل مع بعض، نشتغل مع بعض. زي زمان، أيام زمان خالص، في الاكتشافات اللي بيكتشفوها في مصر كده، اكتشافات يعني مش لازم تكون كويسة يعني، وبعد ما بيجيبوا يصيروا فلوس يكتشفوا إنها كانت غلط. فاكتشفوا حاجة زمان، قال لك لازم عشان المواصلات تمشي كويس نجيب حاجة اسمها ترام سريع، وجابوا كام ترام سريع. وبعدين اكتشفوا إن الترام السريع ماشي قدامه ترام بطيء، طب ايه فايدة السريع ده؟ ما هو البطيء معطل له السكة. وفعلا حصل في الجراج يعني أزعرينا وقتها، كلام ده زمان قوي من 40 سنة يعني. ايه طب تحطوا ترام سريع ورا ترام بطيء، والسريع ده وراه بطيء، واللي ورا السريع ايه هو ده بتعمل ايه؟ يا كله سريع يا كله بطيء. غلطنا، كانوا جابوهم. القرار الالهي عايز مؤمنين يقربوا له قوي بحيث ما يعطلهوش، لان هو لا اهدى لغايه لما اخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح. يعني مؤمن قريب قوي من فكر الله، وربنا يقول انا عايز كده، وعايز اديله فكري، وعايز اكمل له احساسي، وعايز اخليه يحس بالكنيسه دي عظيمه جدا جدا. هدف مش طبعا ما فيش حاجه اسمها هدف حياه الرب، لكن هدف الخطه كلها الكنيسه، ده اللي هممني. من اجل صهيون لا اسكت، ومن اجل اورشليم لا ادعو، حتى يخرج برها كضياء وخلاص. يا مصباح يا مؤمن، انت لما تفكر لكل هدفك تبقى عندك مليون دولار مخبول، ايه مليون ده؟ ما هحرقها لك بالنار، هحرقها لك بالنار، عايزها ليه؟ حط الهدف قدامك. الهدف ان الكنيسه تبنى بناء سليما روحيا. دول بقى الحراس اللي انا عينتهم، اللي انا شفت قلبهم وقلت دول اشتغلوا معايا، بس مش ترام سريع وبطيء، او يعني خلي البطء يزيد شويه بحيث نشتغل سوا، لا نلقف بعض كده، نتكلم مع بعض في الموضوع. المثل الاعلى كان الإنسان يسوع المسيح. يا مثل رهيب، طبعا إن هو الله اللي ظهر في الجسد، فأكمل كل إرادة الله في أيام جسم بشريته. يا سلام، ودائما الكلمة اللي قررها الرب كذا مرة، مجد ابنك ليمجدك ابنك، ليتمجد اسمك، ليتمجد اسمك. أنا أفعل مشيئتك يا إله سرير. طب اتعلم بقى من الابن اللي عاش بينكم، وكان في ظروفكم، وكان لازم ياكل، ولازم يستحمى، ولازم يغسل ايديه، ولازم ميه تجيب، كل ده تم بس بسلاسه لذيذه قوي، ترتيبات جميله خالص. حياه الابن في الارض كانت مزيكا الهيه. طب انا عايز انتوا كمان تكونوا معايا مزيكا الهي، اللحن يتضرب في السماء وانت تكمل اللحن في الارض، وتبلغ اللحن للمكروبين والمذلولين والمهزومين والمؤمنين المتعثرين والفشلانين. دي كنيستي، دي كنيستي من اجل صهيون، ده الغرض الاساسي. لا اسكت، انا مش بتكلم على ملوك، ملوك ايه بتاع ده، انا عايز الملوك تشوف جمال الكنيسة. وكل الملوك فترى الأمم بالرك، وكل الملوك مجدك. كل ما الإنسان فينا اتعلم إزاي يتكل على ذراع الرب القديرة ويهدئ نفسه
من إمكانياته البشرية مهما تصورها عظيمة، ويسلم كل طاقاته للرب، هيكون ولع بنور الله وبإرادة الله، وسيملأ السلام قلبه بشكل لم يختبره امبارح ولا أول امبارح، كل يوم سلام جديد. لماذا؟ لأنه قرر أن يتمم إرادة الله في كنيسته، في شعبه، في صهيون وفي أورشليم. الهدف اللي قدام ربنا في أنه يجعل صهيون وأورشليم يخرج برها كضياء وخلاصها كمصباح، ده مش سهل. مش سهل ليه؟ طبعا الرب ديمقراطي جدا، ما عندوش أي خالص، ما عندوش أي يعني انفراد بسلطة يحرم الشيطان منها، لا يعني الشيطان طالب يغرب الرسل، غربل، ما قالوش لا ده بعدين بطرس يتأثر، وفعلا بطرس يتأثر، لا ما قالوش، قال له غربل، طب وانت تعمل ايه؟ هصلي له يا اخويا، ما تقوله لا. لا هستفيد من الفرصة دي، أقول له لا ليه؟ استفيد الفرصة دي، هتكون بركة لناس كتير، ناس كتير هم مين دول اللي بيقع الوقعة الشديدة دي بتاعت بطرس، الوقعة مش سهلة، فاللي يقع ده هديله درس في بطرس. فكر الرب عجيب جدا. ده هنا في آخر هذا الأصحاح والأصحاح تاني، ده آخر أصحاح خلص، أصحاح تاني بيتكلم عن إزاي ربنا بيعالج المؤمن اللي هو يعني معاند جدا، اللي هو الفتيلة الخامدة دي، وإزاي بيصحصحه فين؟ يقول لك وسأشفيه، في الأصحاحات دي اللي قريب من بعض، يمكن 57 تالي 57 57 ده بيكلم عن عمل الرب في ايه، حاجة صعبة قوي، صعبة قوي ملاش حل. ايه الحاجة دي؟ انه يقول كده من اجل اثم مكسبه على 17 في 57 غضبت وضربته. اسم مكسبه يعني بيكسب من الشر، ده واحد من المؤمنين بيكسب من الشر، اسم مكسبه غضبت طبعا، ازاي مؤمن يوصل لدرجة زي دي، وضربته. استترت يعني حجبت وجهي عنه، مش استترت بس استخبى، لا يعني ايه يعني مش شايفني ومش همه. وغضبت فذهب عاصيا في طريق قلبي، مجنون ده مؤمن عمل كده مش شايفني، ولكنه خسر حاجه. استترت وغضبت يعني اظهرت غضبي حتى، يعني ما فيش لا سلام في قلبه ولا ادراك ولا احساس ولا همه. ايه ده؟ فذهب عاصيا في طريق قلبه، رأيت طرقه وسأشفيه. تشفيه؟ ما تموت، ما لا أموته؟ اوعى تطلع عن بقك، اوعى تطلع عن بقك يا بني آدم، هشيلك من رتبة انك تبقى على السور. لا لا خلاص، موت ازاي؟ تموت جسدي؟ لا ده آمن، مؤمن حقيقي بس ظروف غلبة، وهو غلبان وغبي، أيوة، وهو بعد عني ومش حاسس بي ولا همه إلا كلمة موت دي، مستحيل. رأيت طرقه وسأشفيه، إزاي هعملها؟ وتشوف هعمل إيه، وأقوده وأرد تعزيات له
ولناحي ناحي دول الناس بينوحوا عليه. من في ناس كثير بتعيط على المؤمن دي طبعا شايفين يعملوا حاجة ربنا عمل طلع المؤمن ده من تحت التراب تحت الطين. ليه؟ ده شغل ربنا لأنه مولود من فوق. كل من يؤمن بالابن له حياة أبدية. ده ليه حياة أبدية. اوعى تقول كلمة موت دي خالص صحيح يخلص كما بنار لكن له حياة أبدية. حاجة عجيبة. وأرد تعزيات له أعزي وأعزي الناحين. طب شو عمل الله؟ اتمجد اسمك يا رب اتمجد اسمك يا رب اتمجد اسمك يا رب. امبارح كان في من 3 أو 4 أيام مكالمة مفروض أعملها وأنا مش متشجع أعملها. دي المكالمة دي شخص مؤمن خادم أخت كانت بتخدم معنا في السودان هناك وبقى لها سنين مش عارف تعبانة ليه. فبعت رسالة تقول أنا بكره ربنا إيه الحل؟ ما يا صديق فبدي اقول اتكلم وانا ناوي بصراحه يعني مش استحمل الكلام ده. يا انا اكره ربنا خلاص روحي الهلاك اقولها كده مش بتكره ربنا يبقى انت بنت ابليس. وانا بتكلم وانا ابن الكلمه حرب بطلب التليفون انا مش ايه السؤال الغريب ده ربنا مرضيش بولا كلمة من دول مرضيش بولا كلمة من دول. والعجيبة ان الصلاة بعد حوالي ساعة مكالمة تقريبا استمرت ساعة الصلاة اللي بعديها كان الموضوع اتحل. يا ربي يا ربي ده انت عجيب في حبك عجيب في حبك عجيب في حبك لك المجد يا رب. وسأشفيه وأرد تعزيات له اللي بينوحوا عليه خالقا ثمر الشفتين. وهي بتعترف بخطاياها أنا ماليش دعوة بموضوع خالص ربنا العمل ربنا عنده حاجة جوه القلب هو اللي عملها. خالقا ثمر الشفتين سلام سلام للبعيد وللقريب قال الرب وسأشفي. أما الأشرار اللي هم اللي بيكرهوني بس هم أشرار اللي مش مولودين من فوق دول. أما الأشرار فكالبحر المضطرب لأنه لا يستطيع أن يهدأ وتغزف مياهه حمأة وطينة. ليس سلام. قال إله الأشرار المؤمن أنا أقدر أشفيه وأقدر أرد له سلام وأطلع ثمر شفتيه قبل ما أخطب. لو كان خلاص بقى فيش فايدة أرجو البنت كلها وقت تثمر في مجد المسيح. يا سلام على رب عنده شغل حتة شغل من أجل صهياء ومن الأهدأ. نرجع تاني لصحيح 62 من أجل صهياء ومن لا أسكت ومن أجل أورشليم لا أهدأ. وكأن الرب يقول يا جماعة أنا عندي في شعبي نوعين وكل نوع له درجات. يعني نوع دايما محتاج إلى معونة عشان يثبت على حاله ومعونة أعظم عشان يرتقي. ليه؟ لأن الحب بتاعه ضعيف قوي مضخة الحب عنده قليلة قوي بتضخ ببطء خالص. محب العالم محب للمال في أكيد حاجات يعني تمنع أن الحب يكون متدفق بهذه الدرجة. أو معنى أصح إيه ترتيب محبة الله في حياته. الوصية يقول له بتقول إيه تحب الرب إلهك بس كده خلاص ولا في من كل فيها مليون كل بتتلخص من كل قلبك من كل فكرك من كل نفسك من كل قدرتك. أنا ما فيش كل واحدة وجزئات كده لكن مؤمن
فشغل الرب يعتني بيه كثير. لكن في مجموعة معايا ربنا بيقول كده، وأرجو نكون احنا المجموعة التانية دي، مجموعة معايا الحب يعني شغال من جوه جوه كده، يعني يحتاج لهزة صغيرة، يحتاج لتبكيت صغير، قراية كتاب مش صغير يعني، لكن ما يحتاجش لضرب وعمى وتعاملات وبتاع، مش بصغر قراية الكتاب ولا، لكن يعني في عشرة في أي يعني كلمة من الرب تنتج إنتاج حلو، بيعرف يسمع كويس، بيعرف يفهم كويس، بيعرف يحس بإحساس الله كويس، ففي يعني غالبا تقدم يوم عن يوم، ممكن يوم يخسع شوية لأنه ما فيش واحد فينا كامل، لكن بسرعة يحدث يعني تعويض عن اليوم ده ويتقدم الإنسان. والقمة بتاع الإنسان ده في الترتيب ده قمة العليا، دوكا دي قمة سفلى برضو ربنا هينزع منها بالعافية وياخده حتى لو كان بيموته بس هيشفيه. لكن الإنسان اللي في عنده تقدم ملحوظ في حياته، القمة بقى إنه يساعدني في شغلي في حكاية إنه لا يهدأ ولا يهدأ ولا يخليني أهدأ، ده اللي هنا قايله هنا هو دي. على أسوارك أورشليم قمت حراسا لا يسكتون كل النهار وكل الليل، ده بقى النوع اللي هو القمة بتاع العنصر الإيجابي والحب الإيجابي اللي موجود في الإنسان، يكون حب الله في قلبه نمرة واحد، خلص الموضوع، لا شيء يثنيه عن محبة الله في قلبه. يا سلام، ما هو ده اللي بين الأب والابن. طب انت عايز ايه يا رب مننا؟ بيصلي في يوحنا 17 ليكون فيهم ايه؟ الحب الذي احببتني به. معقول هو دي الصلاه بتاعت الابن كده وهدف الاب كده وعمل روح القدس لكي ينشئ هذا في قلوبنا، ليكون فيهم الحب الذي احببتني به، وبالطريقه دي اكون انا فيهم، يبقى العريس فينا والاب نحب من كل القلب، وهكذا الابن والروح القدس اللي يجمعنا مع بعض في دائرة الحب الرهيبة هذه. على أسوارك يا أورشليم قمت حراسا لا يسكتون لا نهار ولا ليل، مش لا نهار، كل النهار وكل الليل مساكتين على الدوام، ده اللي خدناه الصبح يعني. يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت حتى يتمم الغرض، يثبت ويجعل أورشليم تسبيحة على الأرض. طيب إمتى يا رب العمل كده يعني نشوفه أنه مزدهر وقربنا نوصل للنتيجة؟ طبعا دايما ليها معاد، النتيجة دي معاد مرسوم عند ربنا، علم الله السابق معرفة بكل شيء، لقيت لما يحدث هذا المعاد المحدد لمعركة هرمجدون وملك المسيح الملك الألفي. اللي أنا بشتهي، مش عارف أقول ربنا كلمة شهوة، لكن هو قال أنا شهوة اشتهيت أن أكل معكم، ما جايزة ماشية هي. اللي أنا بشتهي من المؤمنين حبايبي اللي في الأرض إن ما فيش حنطة يجمعوها ما يكلوهاش. طب ما احنا نفسنا في كده، طب ما انا نفسي اكتر، طب ليه بتجمعوا وغيركم ياكل؟ يعني غيرنا ياكل يعني، يعني جماعه حنطه وتعزيت وفرحت خالص ويجي واحد يديني خبر غم كده ياكل مني الحنطه دي؟ بيحصل؟ اه بيحصل طبعا. الحصطاش مره في حياتك داخل البيت فرحان ومتلذذ بالرب ويجي واحد يروح منكد عليك نكد بخبر ما، تهرب كل التعزيات؟ تحصل معايا وممكن معاك. يبقى كل التعزية اللي ما كلها اشكالها، كل البركة اللي ما كلها اشكالها. انا مش عايز كده، مش عايز كده، لان اليان روحيا هذه الغلبة التي تغلب العالم، ايمانكم مش الهزيمة. ما انا لما تهزم
وأقلع بقى، يا يحصل لي هزيمة في داخلي وتتاكل مني البركات الروحية والمسيرة الروحية. المطلوب حلف الرب يمينه على 8 وبذراع عزتي. شوفوا يمينه يعني يمينه دي، ها يمين الرب، يمين الرب قوية ولا ايه؟ آيات في الكتاب، يمينة الرب معتزة بالقدرة، يمين الرب ما كفتش، يمين الرب وبذراع عزته. أكتر من كده وصف حلفان داخل غد دلوقتي الإنسان الشريف لك أنا يعني كلمة اليمين عنده دي يعني لازم هعمل، والإنسان يموت ما فيش حاجة اسمها لازم عنده، لكن الله بيقول لك بيميني يمينه وبذراع عزتي قائلا إني لا أدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك. طبعا ده برضو عن الملك الألف. يبقى ربنا عايزنا احنا نعيش ازاي؟ كل شوية نقرب للوضع ده، كل شوية نقرب للوضع ده. أنا النهاردة فشلان ليه؟ جالي خبر وحش، العدو كل منك البركة، كل منك ثقتك في الله، كل منك اتكالك على الله. الصديق لا يخشى من خبر سوء، اتشطب على كلمة صديق. أنت مش صديق النهاردة، كنت صديق امبارح. فلذلك الرب يقول عشان تشوفوا الهدف ابتدى يكمل، تعزيزة ابتدت تيجي، ابتدت الحاجات دي تقل قوي، تقل خالص، مش كل يوم مشكلة وكل يوم تطلع في الآخر ايه ولا حاجة. يبقى الشيطان بس بعت لك جايز فتفوت كده، شيطان صغير طير سلامك. ليه؟ أوهام، وهم معين يطير التعزيات منك أو مننا، مننا بلاش انت خالص. مش بس لا يدفع بعد قمحك مأكلا لأعدائك ولا يشرب بنو الغرباء خمرك. ما في أعداء في بنو غرباء، طبعا الأعداء دي واضحين هم بيعلنوا عدائهم. بنو الغرباء يعني هم إيه؟ يعني كده نص نص، مش معلن، فيش عداء، مش عداء لا، بس هم مش مولودين من فوق غرباء عن المسيح، معرفوهوش أو يعرفوه معرفة سطحية، بس العشرة معهم يروحوا شربين كل الخمر، الرمز الروح القدس، تعزيات الروح القدس في قلوبنا، شربوا التعزيات ياكلوها. اللي انا عايزه والهدف اللي انا عايز ادرب كنيستي عليه عشان اقربها تكون اقرب ما يمكن للهدف، لما يجي الرب يخلص الموضوع ومعركه هرمجدون ويحكم الرب خلاص كده الموضوع خلص، فضل توزيع المكافات خلاص اورشليم السماويه. عايز ايه بقى؟ ده الهدف بتاعي، وعايزكم تساعدوني عشان نعمل مع بعض. انتوا يا حراس تساعدوني عشان نعمل مع بعض ككنيسه واحده، كراس وجسد واحد، لكي نتمم هذا الهدف في وسط الكنيسه التي هي الان في على الارض. الهدف بتاعي اني لا ادفع بعد قمحك مأكلا لاعدائك ولا يشرب بنو الغرباء خمرك اللي تتعبت فيها، بل يأكله الذين جنوه. في حالة هنا واحد بيجني، هدي جنه بس ما كلش. ليه؟ لأن قبل ما يأكل ويتلذذ قوي بالتعزية أو بالمعجزة أو بالإدراك لمعنى جديد في الكتاب أو بعمق جديد في الكتاب، الشيطان يخطفه منه. ما كلوش، جناه بس ما كلوش، حصل معاه بس ما دخلش جوه جسمه أو جوه تفكيره أو جوه كيانه. أنا عايز اللي جناه يأكله، بل يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب، ويسبحون الرب. على تسبيح الرب اللي هو تسبيح الرب يعني، وعلى التعزية اللي هي تعزية، وعلى الفرحة بالرب اللي هي فرحة بالرب. أنا عايز أشوف ده في الكنيسة، وبيزيد وبيزيد وبيزيد، وده اللي هتشوفوه فوق لما توصلوا لي في الحكم الألفي، وبعدين ألف سنة وبعدين نطلع فوق ونكمل التعزيات العجيبة
في الكيان الإلهي. اللي أنا عايزه بل يأكله الذين جنوه ويسبحون الرب ويشربوا جامعوه في ديار قدسي. إذا وصلنا إلى الختام الموضوع الختام الأصح كمان. إذن عبروا بالأبواب. وفي أبواب ولا باب واحد؟ له باب واحد، ده باب الخلاص، أنا هو الباب، مفيش أبواب، أنا هو الباب. لكن الأبواب دي إيه؟ الأبواب دي بعد الخلاص. الآية اللي قالها الكتاب أنا زواقف على باب أقرأ، مش الآية الخلاص، لا دي المفروض مفروض لملاك كنيسة لوطكية، ده مؤمن. لكن الباب الخلاص ده باب المسيح، يعني تروحوا تزوروا كل مؤمن تقرأوا باب قلبه كده، يا كنيسة يا حراس، تروحوا الأبواب دي، أبواب الناس دولة، أبواب الناس، وتشوفوا إيه الاحتياج. طبعا لازم يكون فيه محبة مشتركة الأول، وثقة متبادلة، وباب خدمة متسع، وشركة عميقة، عشان الكلام يبقى مثمر، وكمان يبقى فيه شركة عشان الواحد يقدر يتكلم ويترد عليك، يبقى في كلام. عبروا الأبواب، هيئوا طريق الشعب، أعدوا السبيل، نقوم من الحجارة، شيل الحجارة اللي منع البركة اللي بتخلي العصرة، الحجارة دي بتشنكل بني آدم، نقوم من الحجارة، ارفعوا الراية. ايه الراية دي؟ وعلموا فوق ايه؟ ارفعوا راية الحب، قولوا لكنيستي أنا بحبهم جدا. أي إنسان مش متوكل على الرب قول له توكل على الرب، هتجد عز رهيب. أي إنسان تعبان قول له بس أنت امشي ورا الراية وعالمه فوق محبة، ادخل تخلين الملك إلى حجالي، هات العز كبير، وهتقول ما حد يصحين، أنا ما فيش حاجة أهم في حياتي من حجال أهو كده. حلو قوي كده، جميل جدا، ربنا يرسلك وتأدي خدمتك وانت متعزي بالبيت الخمر ومتلئ بالروح القدس، تبقى الحياة هنا سماوية على الأرض. هو ذا الرب قد أخبر إلى أقصى الأرض، قولوا لابنة صهيون هو ذا مخلصك آت. طبعا هذا هو الرجاء الأخير لنا أن المخلص جاي، وكل من يؤمن بهذا الرجاء به بهذا الرجاء يطهر نفسه. طبعا الرب جاي، ويقولي كده الرب جاي، اني تعبان من ايه؟ من ولا حاجه، مالي؟ الرب رحمني، والرب خلصني، والرب غفر لي ذنوبي، والرب اداني السماء واداني الحياه الابديه، مالي؟ هو ذا مخلصك اتي، واجرته معاه، الاجره معاه، وجزاؤه أمامه. يعني مش هخبي. كلمة جزاؤه هنا جاية من ناظرا إلى المجازاة وقت موسى، يعني لما هشوف أنا عايز الأبد، مش عايز دلوقتي خزان فرعون دي زبالة بالنسبة لي، لأن نظر للمجازاة اللي هجيبها للرب لما يقابلني. شوف موسى بفكر فيه في المجازاة، وبولس بفكر في المجازاة، عايز جعالة الله العليا. أيوة طبعا، وانت فكر انت عايز تعيش كل اللي عايز، بلاش فيك انت، انا عايز اعيش اخر الصف. ابقى انا مش فاهم يعني ايه اخر الصف. اخر الصف ده مخجل جدا، مخجل جدا. موسى كان عايز المجازاه العظيمه، بولس عايزها بصراحه، قالها جعال اول واحد، جعالت الله العليا، جائزه الله العليا في المسيح يسوع. واحنا لازم نطلب كده برضو، يكون عندنا هذا الفكر، وربنا ممكن يديها البلايين هذه الجعالة. فهأجرته معه وجزاءه قدام، ويسمونهم شعبا مقدسا مفدي الرب، وأنت تسمين المطلوبة المدينة غير المهجورة. برضو الآن ده بيتكلم عن ملك الألفي، العز كبير في هذه المدينة، طبيعة الحيوانات تتغير،
والباشا يقول لك جبل قدسي يا سلام، والعز العجيب في ملك الألفي. ده مش آخرتنا، آخرتنا بيت الآب، بيت الآب في العرس السماوي، وأورشليم العروس مزينة كعروس لرجلها، نزل من عند الآب مزينة كعروس لرجلها. يا للعز، يا للعز، إنسان تاجر لآلئ وجد لؤلؤة واحدة كثيرة الثمن، ده يسوع المسيح، باع كل ما كان له واشتراها. هذه هي الكنيسة. الرب يجعلنا أن نرى في يسوع أنه يستحق أن نبيع كل اهتماماتنا ونسلمها له هو، مش نبيع حد غريب، نسلمها له هو. خد يا رب كل شيء، نتوكل عليه، والرب يقودنا في موكب نصرته في المسيح كل حين، ولإلهنا كل المجد الأبد. آمين آمين آمين. نسمع مع بعض ترنيمة خاصة، وبعدين نجمع التقدمة ونختم اجتماعنا بالصلاة الربانية. آمين يا رب. هاليلويا. Hallelujah. إنك هتسمع لصلاة كنيستك، وإيديك هتصنع وتعود تشكل حياتنا تاني، تجرح وتشفي، تسحق وترفع يا رب إيمان. إنك هتسمع لصلاة كنيستك، وإيديك هتصنع وتعود تشكل حياتنا تاني، تجرح وتشفي، تسحق وترفع يا رب. روحك هيحيي قوم العظام، ايدك هتبني فينا الحطام، روحك هيحيي قوم العظام، ايدك هتبني فينا الحطام، وتطرد الموت من القبور، تملى حياتنا مجد وسلام. ترسل روحك تخلق وتجدد، وبقوة حبك تطرد وتبدد كل الخوف اللي مقيدنا، واسمك في حياتنا يعلى ويتمجد. ترسل روحك تخلق وتجدد،
وبقوة حبك تطرد وتبدد كل الخوف اللي مقيدنا، واسمك في حياتنا يعلى ويتمجد. روحك هيحيي كوم العظام، ايدك هتبني فينا الحطام. روحك هيحيي كوم العظام، ايدك هتبني فينا الحطام، وتطرد الموت من القبور، تملى حياتنا مجد وسلام. امين يا رب، امين. نجمع التخدم يا اخي جورج، فضلك. هاليلويا. لك المجد يا سيدي. المايدة صحيح، بعد التقديم المايدة وبعدين نختم الاجتماع. شكرا، هاليلويا.